driver license, medical. Hey man. Flowers. Ito? Chicken? What's up, Holly? What's up? How are you for? Hey, what's up? What's up, yo? Hello, Bob. يا ولي اشتم الريحة
خضار خضار، ولا الريحة تشب شدة يا ولي، الرائحة طازجة، خضار يعني منعشة، يعني أشجار، يعني سويو، يعني تراب مزيج بالتربة الكلاواتية. طيب شنو من يوم اليوم من ساعة كانت تمطر مطر إلا من هذا البرق اللي يخوف، يعني يرعد تحسه يهز العظام. وهسه شوف الجو أزرق، السماء زرقاء والجو صافن، والكلاوات تسير كما هو مخطط لها. ايش مال الوالد قطية متعجبين؟ عم حقكم متعجبون، غير موسى بالفلبين والله العظيم. ها شوف متعجبين. هاي شوف هاي الحديقة إلا تخبه، يعني مساحة فيها خضار خضار خضار. هي طبعا قبل شوي كانت تمطر، فلهذا هسه التراب وهاي كلها رطب، يعني هاي الحيطان كلها رطبة. فما احكيكم عن الرائحة، الرائحة طازجة، يعني شلون التراب المبلل الرطب والاشجار كذلك، كل هاي الاوراق الاشجار كلها رطبة. شوفوا كلها رطبة هنا. طبعا ما يعرفون اصلا شنو معنى هاي الريحة، بالنسبة ان احنا عايشين بصحراء قاحل العراق وغيره، فمن نشتهي رائحة من نمشي بهيجي دولة استوائية نستمتع، ولكن هم ما يعرفون، هو اصلا ناشئين بهيج بيئة. لازم نجيب وياه فد قماش دائما نطلع وياك. كما تشاهدون جايين نتمشى، طبعا هاي المنطقة أنا ما عندها ولا أعرف بها أي شارع، اسمها كويزن سيتي، ولكن جاي أمشي لأنه خلصت من المرور، أخذت اللايسنس رخصة السواقة مالتي، طبعا المعاملة مالتي مكملها هاني، ولكن كان ماكو عندهم ماتيريال المادة هاي البلاستيك البطاقات، فلهذا انتظرت هاي المدة، واليوم جيت استلمتها ما طولت، يمكن 15 دقيقة ما طولت، بس اعطيتهم الأوراق مالتي اللي اعطوني اياها قبل وانطوني البطاقة وبصمت ورحت. واضح؟ شوف هذا من قاعد هنا، الباصات عندهم شغالة دائما. ليش؟ لأنه المدن يشتغلون من خارج ماني إلا عمالة هواي ورخيص، اللي يشتغل من خارج ماني إلا يجي الماني إلا برخص يعني إجورة، ولكن اللي هنا ماني إلا يطلعون الخروج من ماني إلا، يعني يروحون للدول العربية للدول اللي تطلب عمالة. شوف هاي ايش قد سموث سيارة، ما شاء الله ما شاء الله. هاي الدراجة الكهربائية سكوتر هنا عاد مو منتشرة لأنه اقتصادية ما تصرف. شوف المازدة، حي الله حي الله المازدة، المازدة هنا عمين عاد منتشرة لأنه اقتصادية وقريبة اليابان، فأجور توصيلها ووجودها مو غالية. واضح؟ قال شنو؟ غرقت غرقت السويت. I'm sweating. Sweating as a cow want to be shagged. شنو سيارات مو طبيعية، الأعداد مو طبيعية. شوف هاي نقل الفلوس سيارات، نقل الكلاوات،
نقل الأموال. فيلبينز زو، وات از ذيس؟ اعتقد هاي حديقة حيوانات او شيء من القبيل. شوف الحائط، ذا جريت وول اوف تشاينا. لا لا هذا هيك مجرد برايفت، هذا اعتقد مول او شيء من القبيل، ويخافون من الفرهود فمسوين هذا الحائط. يلا واللي يريد يفرهد يوقفوا حائط، بس مسوين هنا خندق. مسوين خندق ورا الحائط، مسوين خندق يعني كأنما حرب. صدق كذيب عم حقكم، اذا انتم بالفلبين الناس هنا جواعة، بس الطق الطقة ياكلون بعض. والله العظيم فد ناس بخلاء وخبثاء ونحسين الى بعد الدرجات. أنا دائماً أي واحد يتكلم وياي أطيفة مثال أقول له الفلبين مثل يعني تخيل قفص مع الطيور، وهذا القفص يتسع فقط الخمس طيور، والطعام اللي يتوفر لها الخمس طيور كافي فقط الخمسة، بينما الفلبين قفص يتسع الخمس طيور ولكن العدد بي 15 طير، يعني عددهم 110 مليون، هاي حسب الإحصائيات اللي من تبحث بالجوجل تلقى الإحصائيات موجودة على الجوجل. ف 110 مليون، وهن جزر ودولة ما عندها مصادر دخل، مقضينا بس على التاكس وعلى التجارة وعلى المسلعات، السلع الضريبية هاي تدخل المستوردة وكذا. فشوف السوق الفلبينية متروسة مواد كلها الصينية، الكوبي يعني العطور الكوبي بكل مكان، الأشياء الكوبي بكل مكان، يعني ما يلزمون الأبي ويفحصونه ويسدونه، لا يقول لك هذا يدخل لي دخل، يدفع لفت 10-20% من الموظفين، رواتب الموظفين يجوز. فيقول لك المنسي الداري هو الوادم الذكي يشتري والمو ذكي ما يشتري. فشوف هاي اكو اسواق محلية او لوكال رخيصة اماكن، تشوفهم بسطين بالشارع ويبيعون هذا الكوبي بكل اريحية وبكل فخر، كل شي كوبي كل شي رخيص يبيعونه بالشوارع. في الفلبين أنا بنظري تنقسم إلى قسمين مجتمعيين، الأثرياء كلش يعني أثرياء اللي هم 40% تقريبا من الفلبين أو 30، والباقي فقير إلى متوسط يعني أقل المتوسط، يعني مو تنقسم ثلاث طبقات فقير ووسط وغني، لا هنا أنا لا، تنقسم فقط بنظري إلى قسمين، أغنياء وفقراء. اللي غني هذا عنده ريال استيت مثل هاي ويدر فلوس عليه، فنادق مولات. والفقراء what is this national statistics month، هذا يوم هذا شنو الوطني. حبيت اشوفكم احد هاي شوارع كوجن سيتي، مدينة كوجن سيتي، هاي الشوارع مال الفلبين. طبعا شارع نظيف وعام، طبعا هذا شارع عام، شوفوا واقفين على الاشارة، طبعا الاشارة منتظرين بالرغم انه ما حد موجود، شاهد ماكو كاميرات، لا توجد كاميرا ولا توجد رجل شرطي، ولكن ملتزمين يعني بإشارة الأضي. هذا بيت برايفت أو حكومي ما أعرف، بس أجمل شيء بالفلبين هو الجو ما بعد المطر، يعني بشهر العاشر 11 الواحد الثاني تقريبا 4 إلى
خمس أشهر. الجو جميل جدا ولكن يبقى الرطوبة عالية بالنسبة لنا كعربيين. يعني شوف هاي كتكوتة. ألو ألو ألو. هاي من أنا أكو مثل البزل أعتقد. هذا الخندق مال الساعة. بس هنا لو بوجت ما مسوي له كونكريت. هناك مسوي له كونكريت. هنا بالفلبين لازم عطر منعش. غير المنعش هنا بالفلبين يخليك تختنق. يعني العطور العربية العود والغير العود تخنق. ولكن لازم عطر منعش حتى يساعدك انه تعيش بالاجواء هاي الرطبة جدا والحارة. هسه درجة حرارة تقريبا ما يقارب 28 الى 27. نصوركم هذا الشيء جاي يسوي. انا ايتو هذا موز طبعا جاي يسوي بنانا. يقلون الموز طبعا هنا ما ياكلونه فريش. يقلونه بالزيت يكسبونه. يلا هلا. انا ايتو فيش بولز تشيكن. بولز تشيكن مكانه 30 3 3 for each ball. اوكي 3 بيس كيلو. ثانك يو. هاي برايفت فيليج فور شور. هلا. يحبون الكاميرا يبيعونها. طبعا هنا اكو فد امر اخر البخل. مثلا 79 او 71 بيسو مثلا تشتري غرف تطي 70 ما يبيع لك. يريد المبلغ كامل. يعني مستحيل تقطع رقبتها ما يعطيك بيسو واحد لس. يعني البخل عندهم هنا هو مو بخل. يعني هو ما متعودين هنا انه واحد زائد واحد يساوي اثنين. احنا متعودين بالعراق غير طايح يقول لك. لانه العمله عندنا احنا ماكو ما مستقره. هنا عندهم العمله مستقره ويتبعون حذافيرها. واضح يعني مقابل الدولار غيرها. هلا هلا تطيح ذاك ملعب ما ادري شنو مستشفى امرجنسي مستشفى الزهراء التعليمي. هذا الطوارئ مالتهم. بس شنو الله لا يقربكم مستشفى هنا بالفلبين. لانه بس توصل مستشفى يقشطون جلدك ويبيعونه ويطلعون ما عندك فلوس. اذا ما عندك فلوس لانه اقل شيء يعني اقل مرض اقل شيء تجيك البيل توين 3 ايام مثلا تقعد بالمستشفى 4 ايام توصل البيل مالتك 10,000 دولار اقل شيء. يعني ما أرد أبالغ ولكن هي حكومية منتهية هنا فكل أهلي هنا. فأنت من تريد تروح للأهلي راح يبرشونك يقطونك. بينما الحكومة إذا تروح تموت هناك. لأن الوادم هي بالشارع نايمة بالمستشفى مكومين صايرين مثل اللحم. هذه طبعا جراج. هاي من ناحية الشوارع. هاي من المنظور مال الشارع. خليكم شوية استمتعون. هاي يستحون قطيع. شوف السماء والسماء والطارق. خلونا ننزل منه. شوف الأشجار شون منيش نشي. منيش نشي نانا
النباتات من ايش؟ هذا واحد هنا ساكن الله. هنا انا مبطوع شنو تعال عنوش ميو ميو بزون بزيزينة بزون come here. ريحة ديزل ريحة ديزل يابا يقول لك no parking بس تطبق هناك نشيلك يعني هاي المنطقة بس هنا أنا مسموح نشوفكم يابا 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 هذي فد اعتقد برايفت ها سيتي هول كوزن سيتي هول هاي مكان السيتي هول اللي هي بناية المدينة اللي شكوا بها معاملة دفع ضريبة محامي حكومي تروح تستشيره مجاني ولكن الحكومة المحامي مال الحكومة اللي هو مجاني لازم تثبت لانه انت ما عندك فلوس لازم عاطل عن العمل لازم ايشي تحقل لك حقنا مال وثائق يلا يساعدك غير هذا يقول لك روح عيل لك محامي برايفت يعني فد بخل بخل يعني انت المهم هو طبعا بالاخير يقول لك انت اثبت لي انه انت فقير ما عندك دخل على مود اساعدك هاي شنو ها اي وسام هاو ار يو Hello. How are you? Hello, Pa. ¿Cómo está? Trying to watch her. Okay. How much? 40. 40 pieces for each? 20 each. Just no one. Ah, okay. Malaki 14. Yes. Okay, thank you. Ya be shunu ma shiltum. Gharqit. Gharqit bil araq. Aqom ya Ajuj wa Majuj bikul makan. Tabal li. Ayish bi akhya. Yo, isma bil shawara. ¿Cómo se cayó? Ay. Basta en visual, acá. حلوة المدينة ها خصوصا بعد المطر بس شنو تعال خلنا نشوفكم ايش صار بيه سعر البنزين ايش قد 78 هاي ديزل طبعا هنا عندهم عكس الديزل هنا عندهم اغلى من البنزين ليش ما حد يعرف البنزين ارخص عندهم اعتقد مو اعتقد انا متاكد انه السبب هو متعلق بالبيئه يعني المناخ وكذا ومخليني يجوز نسبة علي فد 30-40% ضريبة على مود الناس تتجه للغازولين وحتى الغازولين هسه غالي كلش فيردون الناس تتجه للإلكترونيك يابا إلكترونيك عيني ما زلنا مدينة كوجن سيتي طبعا الجو هيوميد رطوبة Hey, homie, how are you? ما عنده سنون. وين سنونك؟ ما تشيلهن من الجوع.
الدراجات هنا معظمها جديد، كلها جديد هنا يستخدمونها، مثل ذني بالون كلها جديد جديد جديد. بس ما قلت لكم اكو طبقتين، اللي هي طبقة يستخدمون الجديد وطبقة يستخدمون مثل هاي، كلها صغيرون يعني. اكو فت شرخ كبير بين طبقات المجتمع اللي هي الفقراء والاغنياء. اسمع شوف ترايسيكل، هاي كلها منتظرين الناس تطلع. هاي الطبقة الفقيرة باولي اللي اتكلم عليها، هاي الطبقة الفقيرة منتظرون شخص يطلع من هاي البناية ويأجرهم، يعني في امل، يعني في امل انه يتم تأجيرهم مقابل 20 بيسو إلى 40. الرحلات القصيرة 20 والرحلات الطويلة 40 وماكسيموم 50 بيسو اللي هي دولار واحد 50، هاي اعلى شيء. فانت تخيل هذا ايش كم درب يطلع له باليوم، ايش كم يطلع له فد خمسة، هاي 5 دولارات يوميته، هذا ملك اذا يطلع له 10. هاي ماكدونالد اكلهم الحثالة ذولا الفاست فود. شوف شجرة هاي قد حلوة. كلش جميلة مثل البروكلي، بروكلي تري. فيلبينز هارت سنتر كلاواتس، كلمة انكس، مستشفى خاصة بالقلب او في الشمال القبيب. شوف السيرة، السيراوات هلو ودي هاب انا ايتا سيتروس واو شورت كات سيتروس بربرسي والله هاي ممكن نبدا بالبنس وير تناي نو مونت ماكلي 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 Yes. ما إكله. In English, short. 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 Not short. حنوش حنوش. يابي يابي يابي. ايه ريحة سمك مقلي فرايد سمول فيش. باركينج طبعا هنا الباركينج، عندك ارض قبل تسوي باركينج قبل تشتغل، يعني كل الناس عندها سيارات وتريد تطبق سياراتها كلها بفلوس هنا الجراجية، ماكو مجانا ابد ابد ابد. يعني بالشارع هسه هاي مو طابقه ياخذ له 20 بيسو على الطبقه، هو طاب ياكل بالمطعم مالتهم، اكو واحد واقف ياخذ قراجيه هيج تسليم هيج خاوه. جو اهيد عصفور، هذا اول مره اشوف عصفور، عصفور كتله ضيم كتوت هذا عصفور عصفور اللي ما يطلع هومي. شوف الاشجار شقد حلوة هنا، كان هنا بروكلي. هاي واتس اب هاو ار يو، هذا قاعد شهرتك. Hey homie, how are you? أنا إنت. Open, open, let's see. Chicken? Pork? No pork. I don't eat.
خنزير يبيع الخنزير المبخر يبخر هذا steamed pork. Hey homie, how are you? Don't big, go to work. مخلي لنا بتشياس على مود ما يغرقن وما يخيسن من وراء الرطوبة. هاي شوف انتني محضرين للكريسماس بس مخلينا بالبلاستيك عم شني بعد نروح وتشلاوي عم ما يخيسن من الرطوبة. الرطوبة نوع قوية حيل قوية. Hey, how are you? أنا؟ Shout out, yeah, sure. Shout out. نداء طب. Hey homie, how are you? Yeah, sure. الحر شوف الهيوميديتي فول. شوف هسه من هذا الشارع سيارات دخان كلاوات أشجار مطاعم هاي لوكل كلها لوكل هاي المطاعم طبعا هاي البندانة إذا من أطلع أغرق شلون هسه أنا غرقان أصب عرقة فلازم هاي موجودة عندي فلازم شنو دائما من اطلع شوف يعني جاي اسبح الرطوبة ومن هنا واحد يمشي في جو الفلبين كلاواتي جو الفلبين عضروطي هو جميل في بالجزر بال ورا المطر يعني اول ساعة ورا المطر ساعتين في شيء منعش بعدها يصير لك البؤخة تقرأ الف بس راح اخذ ما يهمني لازم شنو كل الوقت تشرب مي لانه انت اصلا جاي تستهلك املاح وكلاوات واضح شوف هاي مطاعم مطعم فانسي هذا فانسي ريستورانت باي شوف هذا يجمع غريضات عندهم مثل الجونية كبيرة على الجانب يلملمون بها غراض شتاكل هلا أخويا هذا بايح هذا ممكن مجموعة يشجعون هاي كم سكايو هاي دوين Washing cars? Yes. Mekano washing car. 140. 140 piso? Yes. Only. Cheap. Out only. Inside. 240. 240? Yes. I did 140. 100 only. 40. So 140, 140. 280. Cheap. $3 على غسل السيارة. $3 غسل سيارة من الدازل هاي هوريا يستوحي لك عيني يستوحي هاي واتس اب هومي يستوحي عيني ذاك خجولين هم الفلبينيين كلهم خجولين شوفوا اورقنا تعبنا هاي هاو ار يو هاو يو دوينغ وركينغ ها سمنت This is already with cement? Yeah. How much percent cement? 25? 50? 350? 35 you mean? Percent? So 35 cement and 65 ramal? Gramo? Hey, how are you? Hey, what's up, sir? Oh, what's up, homie? Yeah, come on, bro. How much cement? How much cement percent? 35? I'm out. 35 and pesos. No. One. No. 35 per sack? Per sack. 35 بيسو للجنطة is there on. Wait, what I mean is how much cement percent and gramo? 35%?
I don't know. Or all cement? For cement, for 50. Mm. Ah, so you mix it here? Mm. Yes, yes. So Grammel 35, mm. Cement 45. Mm. Ah, I see, I see. Same size sack? هاي الحقيبة أو الجونية مال رمل بخمسة وثلاثين بيسو والسمنت بأربع بخمسة وأربعين بيسو. هاي. هلا فلوك هلا. جايب نون. يعني good bye. Bye bye. نص الصوت مالتها ايش ليش شريفه؟ مبغبغة ياكل بس تمه ولا ياكل لحم ولا اها prohibited children هذا ممنوع طبعا القانون الفلبيني يحاسب على صعود الاطفال على الدراجه ويغرم سائق المركبه على ذلك حل هاي طبعا حل نعبر خل نعبر خل نعبر ثانك يو هذا طبعا لين كاميرا يا يوب يخافون من الفضيحه هو يا واي يو شاوتينج واي يو شاوتينج جنتل جنتل ها سمول لو عربو عربي باي باي هاي هومي انا اهلا شوف اقول له هومي هومي يعني صديقي صديقي هذول يسوون بالباب ها شلون انفحل هاي شلون يتيبس يبوها بس بعيونه يا بشلون كلام هذا هاي هيل هاي طبعا شو هاي هسه هاي عدله هاي كلها صعود كذا نعم صعود صعود يلا فدي شوية نفتح لكم مرة أخرى how are we how are you how are you doing how are you doing you good باي باي الامان بالفلبين شوف هاي شلون مخلين كله من هذا المسلح لاوات تسليح Same station, pero hindi matatapos.